لا 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 هيك كتير حبايبنا، سلاح جديد وشخصية جديدة ونافذة جديدة حبايبنا. اليوم في شيء تغيير شامل عم بيصير بالله حبايبنا مثل ما انتم شايفين. سو ليديز اند جنتلمان، كيف احوالكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. رجعنا لكم مقطع جديد يا اساطير مثل ما انتم شايفين حبايبنا هون باللعبة. شباب فتحت اللعبة شباب الصبح في الهاتف، يعني دخلت شفت الواجهه تغيرت، شفت في سلاح جديد، يعني شايفين معي في تغييرات صغيره جديده ولا معلم شو عم بيصير. ومتجر هاكر كمان شاب نازل جديد حبيبي والله، وسكين جديد شو. يا لا 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 هيك اليوم يا شباب، اليوم الوضع لا 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 هيك ما يمشي الحال شباب. اليوم وضع شباب لازم له نشوف الاوضاع ونشوف الاحداث اللي نازله اليوم يا حبايبنا. اوكي نزلنا اشياء جديده شباب، هنا يا شباب المضارب جديده، اشياء جديده، سكنات جديده، هي بنعرفها حبيبي والله. هلا بالكريمنال طبعا شباب، هنا الساعه تغيرت، الشكل اللعبه كله تغير، الظاهر شباب عم نترقب احداث جديده شو راح تكون باللوز. اول شيء حبيبنا رح ندخل انا شباب على الاسلحه المطوره شباب. هون عندنا شباب اليو ام بي الجديد شباب، اسمه البويا اليو ام بي 2021 حبيبي والله. خلينا ندخل شباب نشوف شو وضعه. لا 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 هيك طول بالك، شو هيدا؟ قول لي حبيبي والله شو هذا شباب؟ ايش هالسلاح هذا؟ ثواني شباب كمل، هو حتى ما حطيته. طب ثواني شباب كيف انا حصل عليه؟ طولوا بالكم، طولوا شباب. عندنا اثنين من الدمج اوكي، وعندنا الريت اوف فاير تبعه والسرعه شيء حلو، والريلود سبيد مش مهم كثير مهم اوكي. طبعا شباب مثل ما تشوف هذا النيو لوك تبعه شباب، الليفل اكيد ماكس حبيبي والله معلم، شيء باللوز يوم في جديد. عندنا هون الرقصه اوكي برودا حبيبي والله، الكل افكت ووب ووب ووب، رجع شباب الكل افكت تبعه باللوز. طبعا هون لما يضرب شوف شو عم بيضرب جماجم معلم، طلع. لا والله شباب صراحه شيء مرتب، الطرق تبعيته هون عندنا الكل تبعه. يا سلام عليك، عندنا تبع هون تبع النافه هيدا بدريش تبعت السمات، وعندنا هون معلم حبيبي والله صراحه شباب يعني اشي مرتب شي لوز. طبعا حبايبي هذا بالنسبه لليو ام بي الجديد اللي راح ينزل شباب عن قريب. طبعا شباب ممكن ينزل حبايبنا مثل ما انتم شايفين قول يعني. طبعا هذا السكين شباب لازم نشوف شو وضعه كمان، عندنا اليوم سكنين شباب باللوز. طبعا شباب مثل ما انتم شايفين هون عندنا الام بي 40 تمام، باقي له 5 ايام اكيد شباب، بعد 5 ايام راح ينزل هذا السكين اليو ام بي وراح نشوفه شباب شوف شو وضعه. اوكي الان شباب الان عندنا الحدثين يا ساتي، عندنا اول حدث اللي هو الجولدن، هذا حدث يعني سكنين ذهب على ذهب معلم. خلينا ندخل على المتجر، اول شيء نفرجيكم المتجر الهاكر، نازل متجر هاكر حبايبنا بهذا السكين كمان يعني حبيب والله. هذا شوف شو موجود هنا حبايبنا مثل ما انتم شايفين هون عندنا سكنات. طبعا شباب راح اختار طبعا اكيد هذا السكين الجولد 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 تمام، ونختار اللي هون طبعا. قول لي ما عندي هاي الشنطه ولا كيف حبيبي والله، بناخذها شباب. هي عندي يا اخي شباب صوروا كل مره شباب بطلع هيك بترب حب. لا لا خلينا نروح نتاكد شباب اذا عندي هل ثلجه ولا لا. خلينا نروح نتاكد بشكل سريع حبايبنا، ليتس جو ندخل على الويبن ارموري ونروح على الجرناد، نروح على الجلو. لا والله لا والله طلع ما عندي هيك شيء. قول لي طلع ما عندي يا حبايبنا حبيبي والله. لا خلاص شيء مزبوط معناته لوز. اوكي نرجع على الشباب، ندخل نروح نشوف متجر هاكر حبايبنا، نشوف حظنا بالمتجر هاكر اليوم. ليتس جو حبيبي والله. اوكي طبعا شباب راح نختار هذا الشيء اول سكين هذا طبعا اوكي، وثاني شيء راح نختار بالنسبه للصفحه الثانيه. اوكي نتاكد اوكي اخترناها لوز. صح ثاني شباب والله الصراحه محتار تمام، منو الثلج يا شباب صراحه يعني. يلا خلينا نشوف نختار الثلج شباب، خلينا نختار الثلج. يلا معلش اختار الثلج شباب لانه ممكن تفيدنا يعني شكل جديد جديد حقيبة. اغلب اوقات بحط حقيبة الفاير بوز اول. اوكي خلينا نعمل كونفيرم شباب هون اوكي، نشوف الوضع هذا السكين حبيبي والله. والله شباب متجر هاكر تغير شكله، صار في اشياء جديده وافكت جديد. اوكي هنقول بسم الله الرحمن الرحيم شباب، نعمل سكيب نجرب هيك نعمل هيك نجرب اول لفه هات لنشوف دون. اوكي شو صار هون؟ فصلت اللعبه يا زلمه، اقسم بالله شباب اللعبه فصلت والله. هل يا ترى شفت لي سكين ولا شو والله شباب؟ لا 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 طول بالك طول بالك.
لا 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 طولي بلا طولي بلا طولي بلا طولي بلا. حبيبي والله شايف فرجوا لي معلن فرج على الام. يا سلام عليك اشنح معي. طيب يا شباب هي الشخصيه الجديده شباب اكيد راح تنزل عن قريب لنشوف اكيد شيء مرتب. هذا ندخل شباب على هذا المتجر ليكون ليك فصل اللعبه. اقسم بالله شباب يا زلمه فكرت طلع لي السكين اقسم بالله. يلا خلينا ندخل هذا شوف حبيبي والله حسب على شباب حسبي. قول لي الثلجي كفو كفو معلم. هذا ثواني خلينا نعمل ليك معلم. يا اخي بعرف حظ البيت اقسم بالله شباب بعرف حظ البيت يعني لازم لازم للاخر سبين. هات لنشوف نجيب السكين هذا شباب ونشوف شو وضعه تمام. هذا بالنسبه لهذا السكين حبايبنا. وشو كمان ندخل على الكاركتر نجي لهون لوز وينه هذا. يا سلام والله شو هالحزه هذا صراحه شباب. اول حزه بشوف هيك اشكال هيك الوان غريبه عجيبه والله شيء حلو هذا الحزه صراحه مرتب الوانه ما الوان يعني طالع على الالوان انه حلو عليه. بالنسبه للسكين كيف شباب عندنا هون البنطال حبيبي والله ورود وما ورود والجاكيت تبعه. قول لي شو هالجمجمه هي؟ هي شباب جبت الجمجمه جمجمه المكسيكيين ما اعرف اذا عارف شو عم بقصد تمام. القناع هون عندنا الشعر الشعر والله قصه شعره حلو يا شباب. كم تقييم كل قصه الشعر والله شيء مرتب معلم. القناع قول لي هذا قناع شو يا زلمه حبيبي والله. اوكي شباب خلينا نفتح السكين شباب هذا نفتحه تمام ونشوف كيف شكله شباب راح يكون باللعب. طبعا شباب هون مثل ما انتم شايفين شباب بلاحظ انه في صاير تغير باللعبه تمام. شايفين تحت على الزاويه شباب الكبسه الستارت متغير شكلها. طبعا شباب يعني صراحه ثواني شوي خلينا ندخل بالعاده لما بيكون هيك اشياء شباب جديده بيزيدوا رقصات ولا اشياء ظاهر صاير شيء جديد شباب باللعبه تحديث جديد. هات ليش ندخل شباب اغلب الاوقات نزل ندخل على رقصات. لا والله هذا هو الشباب ما في شيء. اوكي لا 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 الشباب اكيد راح يكون في احداث جديده كثير حلوه. اوكي حبيب عملت فتله سريعه شباب قبل ما ابلش بالتدريب صراحه ما في مو نازل احداث بس ولكن شباب اكيد راح ينزلوا احداث البويا عن قريب شباب يعني حبيبي والله. اوكي بالنسبه للسكين هذا يا حلوين حبيبي والله هات لنشوف تعال ندخل على التدريب شباب شوف شيك وضعه بالتدريب ليتس جو. واللي يوم يا شباب كله اصفر مع اصفر ويا سلام عليك. هيا ندخل لنشوف والله الصراحة شباب التشاكيت طبعا شوي التشاكيت لا والله شباب التشاكيت مثل التشاكيت يعني مثل التشاكيتات هذول شباب الميجو كبار فهمتوا علي كيف؟ خلينا نشوف مين فيهم؟ مع القناع معلم القناع لحاله شوش حبيبي والله. خلينا نشوف وين الناس؟ خلينا نشوف معلم شوف الوضع لازم 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 نجرب شو صار؟ شو صار هون؟ شو صار هون يا شباب؟ ما فهمت شو صار؟ شو صار هون؟ هذا وراي واحد وراي حاسس انه شاكك انه واحد وراي الشباب هذول يا معلم. بس صراحة شباب الجمجمة اللي ورا شباب طالعة كثير حلوة الصراحة. يلا تعال 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 تعال. والله رحمه حاسس اني رحمه. لا 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 ثلجي ثلجي ثلجي. خلاص شباب طلع طلع خلاص شباب خلاص يلا شباب ماني بصحصح ماني بصحصح انا ماني بصحصح شباب. خلي المسويات شباب المسويات على اللايف شباب نصحصح بنظبط لنا الوضع. اوكي حبايبنا الكرام الان شباب خلينا ندخل شباب نشوف السكين الثاني شباب بالنسبه للسكين البيت. طبعا هذول السكينين شباب مثل ما انتم شايفين يعني في سكين شاب وفي سكين بنت. اوكي لهيك شباب خلينا نشوف حظنا بهذا السكين البنت حبيبي والله نعمل كونفيرم. اوكي تخفيض شو هالتخفيض من 5 ليميتد. طب سواء التخفيض ما اقدر استخدمه يعني شو هذا اول تخفيض بس. اوكي اوكي معلم هذا نشوف هذا السكين شباب هذا الشيء راح اجيبه شباب بعد انا ما بجيب سكينات بنات بس ولكن راح اجيبه بس عشان 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 البنات يشوفوا افرجيكم السكين البنات بعد عشان بعرف كثير. اوكي يلا هذا نشوف يلا معلم. لا يا زلمه لا يا زلمه ربك ولو يلا ولو ما في خلاص شباب ما في خلاص ما في لازم 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 اخر سبين معلم لازم يعني يوصل اخر سبين اقسم بالله. يلا جيب السكين اقسم بالله شباب فكرت راح يجي والله صندوق شوت جن حبيبي والله. خلينا نفتح نشوف طلع عندي اياهم. اوكي هذا نجيب السكين شباب. لا بلا هذا السكين لا
باللبس. اوكي هذا بالنسبه للبنات حبايبنا. خلينا نفتح السكين شاب ونعمل له طول بالكم. ناخذ الصناديق هذول معلم، اكيد فيه توكنات مرات، لا مو توكنات البطاقات. جونا على السكين، لا طول بالك، روح على البنت حبيبي. والله بالنسبه للبنت هذا هو السكين بنت حبايبنا مثل ما انتم شايفين. راح ندخل نجربه بشكل سريع، نفرجيكم اياه بالوضع. سو هذا فيه الجمجمة كان من ورا ولا كيف؟ لا ما فيه الجمجمة من ورا، الجمجمة من ورا شاب شي لحاله شي باللوس. اوكي هات لنشوف معلم حبايبنا. هذا بالنسبة لسكين البنت مثل ما انتم شايفين شباب، يعني سكنين يعني شباب ذهبيين باللون الذهبي طبعا مثل ما انتم شايفين. والصراحه يعني بالنسبه للبنت طبعا شباب ما بتعرف، انا ما بلعب كثير بسكنات البنات، قليل كثير، بس لك دائما بقول يعني بدي احاول العب، بدي احاول بس لكن ما بعرف. اوكي سو ليديز اند جنتلمان، ما راح اطول عليكم اكثر منك حبايبنا، الله يسعدكم يا رب، شكرا لوجودكم معنا. مثل ما انتم شايفين اليوم الشباب، اليوم صار تجديد جديد باللعبه، خلفيه جديده، اشياء جديده شباب راح تنزل عن قريب. اوكي واكيد شخصيه جديده واليو ام بي شباب، اليو ام بي الصراحه معلم الصراحه حبايبنا. عم منتظر الوقت اللي باقي 5 ايام تقريبا شباب. اوكي واليو ام بي لا شباب الصراحه شكله نار 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 وشرر، نار وشرر اليو ام بي شباب، شكله نار وشرر. اوكي حبايبنا هي بكون تم مقطع اليوم يا اساطير، ان شاء الله عجبكم المقطع. لا تنسوا تتابعونا شباب على الفيسبوك، على الفيسبوك بنعمل بثوث مباشره بشكل يومي حبايبنا تقريبا من الساعه 6 وفوق 6 بسوا شباب، بنلعب مرات نعمل العاب تختيم. اوكي حبايبنا هي بكون انتهى المقطع اليوم، ان شاء الله عجبكم المقطع، نشوفكم مقطع جديد، سلام عليكم.